جواني أدري عنه هو نفس الحال باكر يم خيمنا هو نفس الحال باكر يم خيمنا آه انت يا يوم معلم حسن إلك وانا انت يا يوم معلم حسن إلك وانا وانا وجروحي نوين صاب الكفلنا وانا وجروحي نوين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إليكم كل مكرمة تهول إذا ما قيل جدكم ال إليكم كل مكرمة تهول إذا ما قيل جدكم ال رسول كفاكم من مديح الناس طرا إذا ما قيل أمكم البتول وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام إذا تم الكلام فما يقولوا. لو أن عبدان أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صوام بلا ضجر وقام ما قام قوام بلا كسل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غير منتعل وطار في الجو إلى يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وعاش في الناس آلافا مؤلفة عار من الذنب مأمونا من الزلل ما كان في الحشر عند الله ملتفعا ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين إلا بحب أمير المؤمنين علي إلا بحب يلا وين أصوات الولاء إلا بحب أمير إلا بحبي إلا بحبي أمير المؤمنين علي لله در الشاعر الموالي حيث قال مخاطبا سيدتنا ومولاتنا فخر المخدرات عقيلة الطالبين زينب الكبرى يا زينب يا
بنت نفس محمد ريحانتها خير الورى، أخواك ولدتك فاطمة كريمة أحمد، هيهات ما بين الورى شرواك. تهانينا لمولانا المفدى قطب عالم الإمكان صاحب العصر والزمان، ولكم أيها الحفل الكريم بذكرى مولد بطلة كربلاء. وحقيقة أقولها بملء الفم، ماذا عن عناية إلهية ورعاية نبوية وتربية علوية وحشمة فاطمية وهيبة حسنية وشجاعة حسينية قد شملتها، كيف لا وهي زينب بنت علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد. بداية لابد أن نذكر نبذة مختصرة عن حياتها وعن ولادتها. ولدت السيدة الجليلة في غضون السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة النبوية، وذلك في اليوم الخامس من شهر جماد الأولى. أعزائي، لما ولدت جاء بها أمير المؤمنين إلى رسول الله حتى التسمية من قبل الملكوت الأعلى، من قبل الحي الذي لا يموت، يا رسول الله سمه. لم أكن لأسميها قبل ربي، لم أكن لأسبق ربي، يقول رسول الله لم أكن لأسبق ربي في تسميتها. وهذا الأمين جبرائيل قد نزل علي قائلا: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: يا محمد سمها زينب. ولله در الشاعر حيث قال مشيدا إياها: ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويزهو أبو، علي وفاطمة أنجباك، عينا من الخير لا ينضب، وجاء بك جدك المصطفى ليختار لاسمك ما يعجب، فقال: ولست كما تعلمان أسبق ربي بما ينسب. وهذا الأمين جبرائيل أتى بأمر من الله يستعذب، يقول: إلهك رب الجلال تقبلتها واسمها زينب. وأما ما معنى زينب، هذا الاسم المنزول والمأثور من الباري جل وعلا، هناك تفسيران أن زينب اسم مركب من زين، وأب، لأنها كانت زينة أبيها أمير المؤمنين. والتفسير الثاني: زينب اسم بسيط واسم شجر طيب الرائحة حسن المنظر، وبذلك سميت عقيلة الطالبيين سماها وحق الأرض والثبت سماها. أبد ما تنوصف زينب سماها، البارب قدرته وعزه سماها، ونطاها الحيدر وفاطم هدية. وحقيقة اللسان قاصر واللسان يكل عن ذكر فضائلها الكثيرة ومناقبها الجميلة وخصائصها الحسنة. حقيقة
قد ضربت المثل الأعلى في جميع الصفات العالية والمكارم السنية اللي أنت تشوف يخاطبها الإمام زين العابدين بيش يا عمه ذا تقولون وياي أنت بحمد الله عالمة وفهمة عاش حقيقة شايف كلمات تخرج من فم المعصوم كل كلمة تحمل في طياتها معاني كبيرة ومغازي عظيمة سيد الكريم مولاي العزيز مو بهين يعني إمام معصوم يخاطبها بالفهمة بالعالمة غير معلمة ولذلك البعض يستفيد من خلال هذه الرواية للسيدة زينب الكبرى العصمة العصمة الصغرى نعم العصمة الكبرى العصمة الصغرى أو العصمة الاكتسابية أو العصمة غير الواجبة سمها ما شئت كلامنا شتى والحسن واحد فشوفوا أعزائي البعض يستفيد من خلال هذه الروايات العصمة الصغرى للسيدة زينب والعصمة الصغرى شوف أكو عصمة كبرى خاصة لمحمد وآل محمد وأكو عصمة صغرى لمن شنو؟ لمن يمشي على نهجهم القويم وصراطهم المستقيم أكو استحالة وقوعية للذنب اللي مستحيل للمعصوم للمعصومين 14 أن يأتوا بالموبقة بالمعصية استحالة وقوعية كما يقول العلماء ولكن هناك شنو؟ ولكن هناك من أعطاهم الله قابليات بحيث صارت المعصية عندهم بمنزلة المشاهدة أنا أفرض إذا شنو إذا نار كذا على طول ما راح أجيزها طبيعة الحال ليش؟ لأن الله أعطاني من العقل والفهم والإدراك حيث لا أقترب منها كذلك شنو من يحذو حذو الرسول والأئمة هذا يشوف المعصية وياخذه وياخذه أو ياخذه المعصية بعين الاعتبار فلا يقترب منها قط ومن هؤلاء الأجلاء هي شنو السيدة زينب الكبرى التي لم يعتريها ذنب ولا معصية طيلة حياتها ويكفيها فخرا وفضلا أنت تشوف شلون تسليم لله جل وعلا شلون تسليم اللي لما أضرموا النيران نعم أضرموا النيران في الخيام تخاطب الإمام زين العابدين أمكتوب علينا القتل فنصبر أنا ذا بيتي محترق داري شنو محروقة على طول بعد ماكو فكر بعد لازم شنو أشيل روحي ومثل ما يقولون أهرب ولكن السيدة زينب شوف تسليمها أمكتوب علينا القتل فنصبر فقال الإمام زين العابدين لا يا عمه بل افررنا على وجوهكن في البيداء ففررنا بنات الرسالة من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء ما أريد ما أبي وما أريد أكدر خاطرك ليالي عظيمة ليالي ابتهاج وسرور ولكن حياة السيدة زينب إلها شنو؟ إلها طابع من الحزن يعني ما يصير تذكر أم المصائب ولا تذكر شنو؟ ما جرى عليها من المصائب والإحن والأضغان والنوائب فشاهد يا أعزائي مثلا أنت تشوف في جلالة قدرها كان لها النيابة الخاصة الإمام الحسين قلدها الوصاية بعد مقتله اللي أنت تشوف هذه حكيمة بنت الإمام الجواد بنت محمد ابن علي الرضا زين ذات يوم تقول هذا أحمد بن إبراهيم يذكر هذه شنو هذه الرواية يقول دخلت على حكيمة بنت الإمام الجواد وأخذت أكلمها من ورائي من وراء حجاب وقلت لها شنو عددي لي أسماء الأئمة بمن أقتدي قامت تعدد لي
أولهم الإمام أمير المؤمنين الحسن، من ثم الحسين، من ثم زين العابدين، من ثم الإمام الباقر الصادق الكاظم الرضا، إلى أن وصلت إلى الحجة من آل محمد. عاد قلت لها معاينة أو خبرا، أنت شايفة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وبعينيك ولا خبرا؟ قالت لا، بل كتب إلي أبي محمد الحسن العسكري. الكثير أصلا لم يلتقي بالحجة قط لمدى تلك الظروف العويصة والأوضاع الحلكة التي عاشها الأئمة أهل البيت. اللي أنت تشوف بالمناسبة مو هذا محمد ابن شرف يقول أنا قاعد أجتاز طريق شوفت الإمام الهادي، أبي أسأله سؤال، إذا أنت شايف إمام زمانك إيش راح تسوي؟ راح تتمرغ بين رجليه تقبل يديه؟ يقول أنا أبي أسأله سؤال شرعي فحسب. قال يا ابن شرف نحن على قارعة الطريق، هني مو مكان مسألة، إذا دروا بيك أنت شيعي خلاص راحت عليك، راح يذبحوك ذبح، ينتفوك نتف، خلي السؤال وقت آخر، الحين لا تسأل، نحن على قارعة الطريق. سيد الكريم مولاي العزيز، هذا الدين القيم، هذا التراث الشيعي لم يصل إلينا سدى، كم وكم من دماء قد سفكت ومن حرمات قد انتهكت حتى وصل إلينا هذا الدين القيم. اعرف قدر نفسك جالس في هذا المجلس المبارك بكل طمأنينة ورباطة جأش وثبات قلب وهدوء فؤاد. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة هذا الأمان والصحة والعافية، وأن يعودكم جميعا لمثل هذه المناسبات. فحقيقة شاهد يا أعزائي عن إيش كنا نتكلم؟ فهنا حكيمة تقول أنا شنو عددت أسماء الأئمة. عاد أحمد بن إبراهيم لما وصلت إلى الإمام الحجة قال لها أنا ما شايفه والكثير ما شايفينه، فإن كان كائن إذا مات الإمام العسكري فإلى من؟ إلى من تفزع الشيعة؟ ممن تسأل أسئلتها؟ المن تراجع؟ المن تدفع الأخماس؟ المن تدفع الزكوات؟ فقالت إلى من؟ إلى الجدة أم أبي محمد. عجيب. اللهم صل على محمد. إلى الجدة أم أبي محمد. قلت لها أقتدي بمن وصيته إلى امرأة؟ يعني يصير أنا شنو أقتدي وأخذ أحكامي والمسائل والكذا الكذا إيش ما إيش أخذها ممن يقتدي إلى امرأة ويوصي إلى امرأة؟ قالت بلى. ماذا تقول يا أحمد ابن إبراهيم؟ كما أوصى الحسين إلى أخته زينب. فكان كلما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى عمته زينب سترا على علي بن الحسين. قلت لك أوضاع عجيبة وغريبة كانت، خاصة بعد مقتل الحسين اللي أراد الأعداء وشمروا عن سواعدهم لاستيصال جذور أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أنت تشوف شنو شاء الله أن يراهن سبايا لولا زينب ودورها بكربلاء النيابة الخاصة عن أخيها الحسين، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا هذا بمعترك النصول وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. لولا زينب ودورها في حفظ مظلومية سيد الشهداء وتقلدها الوصايا الخاصة عن أخيها لما وصل إلينا نور ثورة الحسين ولذهبت ثورته أدراج الرياح. وتشاطرت هي والحسين
بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمعترك النصول، وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. كل حياته أعزائي مفعم بالمعاجز، بالكرامات، بالصبر، بالتسليم، بالتفويض، بالرضا بقضاء الله. مو بهين يعني أنا أقولها سردا وبشر الصابرين الذين إذا أصابت، لكن الله لا يجيب، نعم الله لا يجيب ذاك اليوم، والله لا يشوفك بعزيز. ومو بهين يعني يوم واحد تفقد لك أخو، ما أدري ابن أخو، ما أدري كفيل، أولاد اثنين، مو بهين. لله صبر زينب العقيلة، عاد تأتي إلى جثة أخيها وش تسوي؟ ترفعه قليلا إلى السماء، اللهم تقبل منا هذا القربان. كلمة أقولها بملء الفم، لله صبر زينب العقيلة، صبرها على المصيبة. لذلك لما يخاطبها اللعين شو تقول له في الجواب؟ ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. شوف النضج المبكر والذكاء الخارق الذي حظيت به السيدة زينب الكبرى. أعزائي، هناك شواهد كثيرة في صبرها على طاعة الله وعلى المصيبة. أنت تشوف في صبرها على الطاعة، مو يقول الإمام زين العابدين: رأيت عمتي زينب ما تركت تهجدها الليلي حتى في ليلة الحادي عشر، قلت يا عمه ما لي، لكن أشوفها تصلي من جلوس، يا عمه ما لي أراك تصلين من جلوس. قالت عمه: إن مصاب أبيك الحسين قد هد قوتي. لا غرابة ولا غروة أن يظهر هذه الكرامات من هذه السيدة الجليلة، وهذا الصبر الخارق، وهذا النضج المبكر اللي انت تشوف وهي في صغر سنها جالسة في حجر أبيها. عاد الإمام أمير المؤمنين يبي يلقنها درس عملي ويلقن الأجيال أيضا، قللها، وعاد أمير المؤمنين قاعد يمسح على رأسه بطبيعة الحال بعد: من كان له صبي فل يتصبب، أخذ راحتي وابني وبنتي عشان ترتاح لي كذا. الإمام أمير المؤمنين طبيعة الحال قاعد ومقعدها بحضنه وقاعد يمسح على رأسها. قلت له: أبا أمير المؤمنين، أتحبنا؟ قال: بلى، شلون ما أحبكم؟ قالت: أبا، إن كان لابد من ذلك فالمحبة لله والذين آمنوا أشد حبا، فالمحبة لله والشفقة لنا. شوف، لذلك لا غروة أن شنو؟ أن تذكر الخطبة الفدكية عن أمها الزهراء وهي في نعومة أظفارها، 5 سنين عمرها، وتذكر خطبة أمها الزهراء. عجيب هذا النضج المبكر، وهذا نعم، وهذا الذكاء الخارق أخذها إلى يوم الطفوف، وحتى تحفظ وصية الإمام سيد الشهداء الحسين، فهو نور ومشعل ينير الدرب للأجيال. والسيدة زينب حفظت لنا هذا النور إلى يوم القيامة. أذكر لك شاهد واحد أعزائي من الكرامات، لذلك الله سبحانه وتعالى لمدى هذه الكرامات وهذه الخصائص الجليلة، الله سبحانه وتعالى أعطاها جاه وجيه ومنزل شامخة ومرتبة مرموقة عند الباري جل وعلا، وجعلها بابا من أبواب الحوائج عند الله جل وعلا. أذكر لك شاهد واحد، هذا يقولون السيد محمد حسن الشيرازي المتوفى سنة
1312، وهو من سادة الأجلاء وأجلاء السادات، عالم جليل، فقيه، صنديد في كل العلوم. عاد هذا كان نزيل سامراء، يعيش بسامراء، معروف عنه. زين، فيقول يوم من الأيام السيد محمد حسن الشيرازي يقول: صادف أني ذهبت إلى زيارة هذه السيدة الجليلة بدمشق براوية مقام السيدة زينب. شوف شلون كرامات. يقول دشيت ويقول أخذت شنو؟ أخذت أكنس هذا المقام المبارك وشنو؟ ذلك الضريح العظيم المشيد من قبل الباري جل وعلا. اللي عندنا شنو؟ أتدري بقعة بالشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي، فقل للمذنبين أن ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب. وهذا السيد محمد حسن الشيرازي صاحب تحريم التبغ، رجل قلت لك عظيم، له جاه وجيه، منزلة عظيمة، يقول ادخلت ولكن بكل شنو؟ بكل طمأنينة وبكل تواضع وخضوع وخنوع وإنابة لله أخذت أكنس هذا المقام الشريف، مقام السيدة زينب وصحني دارها وفنائها. يقول يا سبحان الله، بعد فترة أشوف واحد دخل علي في زي الصالحين وهيئة العابدين. هذه الكرامة مذكورة في كتاب أعيان النساء للجد المرحوم صاحب كتاب سلوني قبل أن تفقدوني الله يرحم موتاكم، يذكر لما يجي إلى ترجمة السيدة زينب في كتابه أعيان النساء يذكر هذه الكرامة. يقول هذا السيد محمد حسن الشيرازي يقول لما أنا خلصت من الشنو من الكناسة وكذا كذا طلعت، بعد فترة دخل علي واحد عليه غبرة الخاشعين سيماء العارفين، وقال جئت لأتقدم إليك بالشكر من قبل الإمام المهدي الحجة من آل محمد. لأنك جئت إلى قبر عمته زينب وكنست الشنو؟ وكنست القاذورة والوساخة من مرقدها وصحنها المبارك. فحقيقة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، بفضلي وبركة صلاة أخرى جلية على محمد وآل محمد. نعم، قبرها مشيد دائما، لها خدم حشم كذا، ولكن هذه كرامة لمدى احترام هذا العالم الجليل اللي اجى احتراما لها، أخذ يكنس هذا المقام المبارك شنو؟ أجال تحية خاصة من قبل الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. حقيقة لله صبر زينب العقيلة، قلت لك صبرها على طاعة الله، صبرها عن المعصية، ما رأيت إلا جميلا. لما يخاطبها اللعين ويقول يا زينب كيف رأيت صنع الله بك، تقول وبكل طمأنينة ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم فانظر لمن يكون الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. عاد لما سمعها وهي تخاطبه في ذلك المحتشد، قلت لك حياة السيدة زينب مقرونة بالنوائب والمصائب. نوجه سلامنا إلى غريب كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أجركم الله عز عليها أن تترك أخاها على رمضاء كربلاء وهو مقطع بالسيوف هربا هربا. صرخت ونادت: أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. تقول حيرني الدار بحسين وعلي ثقل همه، خويا لا أقدر أعوف ولا ولا أقدر أظل يمه. وبعد يا زينب شلون أمشي وعوف حسين جسمه موسد الغبرة وبحر الشمس عاري دمه يسيل من نحره؟ وإذا أنا مشيت عن أخوي ياهو يغسل أخلافي، ياهو ينزل بقبره. إذا بيك تسمعها يا موالي ويشلع سهم بجبده وخنصر الكفة يرده وجسم العثرة مطشار يا وليضل ويلم. عاد هناك تذكرت كفيلها أبو فاضل، تقول له: أخي أبا الفاضل، أنت الذي جئت به من المدينة، قم وركب أختك في الضعينة. تقول له: شقول للي ناشدني من الناس أخوك حسين؟ الله عليك صيح زين لمن أوصل لإسمه. شقول للي ناشدني من الناس أخوك حسين؟ وهنا وين أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس البطل قطعة ويمينه. تقل أخويا بس هاي ما كانت على البال. شنو يا زينب؟ تقل أخويا بس هاي ما كانت على البال. عفية بيك خويا على البال، أطب المجلس وبمتون الأحباء. خويا يا حسين يا أبو علي يا أخو، خويا بمتون الحبال يا فرج الله اعتذر مولاي. خويا وراسك بالطش، خويا وتشوف العيال وبيد العود ويوسم المبسمة. تقول له: يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، ذاك الوقت وجه لطمته. هي ذاك الوقت وجهي لطمت
حطمت تقل ودعتك الله يا ذبيح المحتضم مايا بعد هنا ولا يا الله تقل ودعتك الله يا ذبيح المحتضم مايا عنك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال لا يحصل على هوى ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة وبعد يا زينب تقل ودعتك الله يا قمر هاشم يا صندي تقل له ودعتك الله يا قمر هاشم يا صندوق نايم بجنب المشرع يا وضعن الحرام شال من يعدل الهودج يا خويا لو صغى وما قطع الفياف بلا ولي واني ويله يا ناعيان ان جيت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة فاطمة فاطمة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة فاطمة لا خيلة الحسين ما جاء فاطمة لا وخيلة نموجد وقد مات عطشانا بشط فرا صاحت من الوالد يا حسين يا ابني اي والله ترى يا حزينة تحب النياحة يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبح لي وساط الضرب زينب ضربني وساط الضرب زينب يا بضربني تقل التربة مشت وعيونها على حسين بعد ون لا مسامع الزهراء واسألك الدعاء ولمشت وعيونها وعيونها على حسين تربة يلا لا تتعب ولي تربية وخذت من دم عزيز القلب تربة وهلي تربة الأخت ويا الأخ من الصغر تربة تربة شلال تعوف جسم على الوطية قضى ضاميا ماذا قل الماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فوالله لو يوما تقومين بعده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه الآية الشريفة من سألنا الدعاء من صاحب حاجة من له مريض بهذه الدموع الجارية بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا
اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير شيعته وأعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم اجعل مماتنا في هذه المجالس الحسينية يا الله. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم أرنا بشرى أمتنا عند الاحتضار وفي القبر وفي الحشر يا الله. أخوتي أخواتي المستمعين المستمعات الباكين الباكيات، اللهم تقبل منهم بأحسن قبولك، اللهم زد في توفيقاتهم، أطل في أعمارهم، بارك اللهم فيهم، سدد ديونهم، نفس كربهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم بحق محمد وآل محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى هذا الجمع. رحم الله من يقرأ الفاتحة مشفوعة بصلاة على محمد وآل محمد. موقف الباب الجواني أدري عنه، هو نفس الحال باكر يم خيمنا، هو نفس الحال باكر يم خيمنا. يا يوم معلم حسن إلك وانا، انت يا يوم معلم حسن إلك وانا، وانا وجروحي نوين صوب الكفلنا، وانا وجروحي نوين صوب الكفلنا.